على حقوق اسر الشهداء يعني يمكن تم صرف الشيكات الخاصه بالتعويضات يمكن في اسر اخرى لم يتم الصرف عايزين نعرف يعني الموضوع متوقف فين بستغل وجودي معاكم وانتم متابعين الموضوع بطمنكم تماما ان شاء الله الشيكات هتتصرف وكل واحد هنخبره في بيته او على تليفونه انه يتفضل يجي يصرف شيكه ان شاء الله والمبلغ المقدر كامل ان شاء الله غير منقوص نطمن الناس وقريبا جدا انا زي العاده انا ما بحبش اقول هنعمل وعندنا ونسوي او ندخل الناس في مشكلات ورقيه فالراجل يبقى عنده ازمه ثقه مش هقبض يعني فكل اقدر وزي ما عملنا المره اللي فاتت انتوا جربتونا ان احنا في معادنا بنصرف المبلغ وبنصرفه بدون صخب بدون ضجيج وبدون ان انا ازحم الراجل بسلسله ايجارات روح الوزاره دي وهات الوزاره دي وهات الورقه دي هتلاقي الموضوع ان شاء الله خارج بشكل جيد جدا وفقط قريب جدا ان شاء الله وتابعوا معانا ان شاء الله اسره تقريبا صرفت حتى الان اعتقد 68 اسره اللي كانوا لسه ما استكملوش اوراقهم عرفت ان سبعه بداوا يستكملوا اوراقهم ان شاء الله فعندنا 68 اسره بمعاش شهري للورثه قدره ألف ونص ان شاء الله كم باقي اربع اسر يعني ما قدموش الاوراق ولا نعرف ان لا في في اللي انا عارفه من اهل الشهداء نفسهم ان في اثنين تعففوا او طلبوا ان هم يعني ليسوا بحاجه الى هذا وكل واحد ادرى بظروفه يعني ما بنقولش ده موقف صح وده موقف غلط كل واحد ادرى بحاله في اثنين تانيين مجهولين يعني ما حدش عارفهم يعني أهليهم المستدل على اهلهم من الشهداء يعني او من الناس اللي وجدوا ضحايا المساله اي مكان الوضع فبالتالي ده اللي معانا دلوقتي اوراق رسميه 68 اسره مصريه <applause>